اي ثما سوي ثما الزوار المتابعين لموقع ريفتو داي نزور داكم نهار زكيميناء الحسيمه غنكيج الروبورتاج اكس نسي ورخج المشكل اللي جات عنا نزاكس المهنيين للقطاع وهو المشكل النيغروني غدي الفين الاسود المشكلة وانيتي سنوات زكاميزكس تعانى دانيتي البحارة ارباب المراكب الصيد الساحلي خصوصا يعني تراخين ياض يكيك من اشلال السادين في بوغا سيما يعني غير رصاص ديال الشوين اضطرنا في الثاني تسكر موي كي جاك الضفه المتوسطيه كان غير المحيط يعني غير الموانئ اللي على يش طرفايا طنطان تقنيطرا المهم الميه واش كي تجي شك الضفه المتوسطيه لو خا نسي دات نسق ساعه لحقاش المشكله ديجا نثيريتي العامين زكامي في العام عذان الموقع عرفت خصوصا بعدا انخزا من دين الشديد بعدا قال الموضوع ما الدوله كاش الاجراءات باش تحل المشكله والدتي ما يدور شي حته مغاني خصني غير قيمه مني وها انا حنزمين غاد غينين قيم ساكيد النيغرو يجنها يرى الفرق دين هو انه يجنها يرى الاعراض ينس لي دي غاينس كيم صيانين ديال الاونه الاخيره يدور متفق منايا يدور سجن الحده هو انه تسمى يوذان عشزن روخ كلوفان المخاصير كي تولد ثاني مسألة وأنه المشكلة دائما نطراحي في الجهات المسؤولة لكن لا أذان صاغية المسألة الثالثة هو أنه ما يتكاثر في الآونة الأخيرة على حسب الفهم غارينيش كمتتبع الأحداث والله أعلم تشاط الرأي مع الآخرين وأنه بعد السنوات الأخيرة زكام يكسم بونيتيرا يتكاثر الدولفين الأسود ما يعرف الدولفين الأسود هو ملقب بالنيغرو المسألة الرابعة غاص الشرق شي حاجة هو أنه المهنيين كربابنا وكبحارة وكمجتمع مدني عاد قمنا ميزن جان الدولفين بالنيغرو يعني قد دلافين ستناي مع العلم انه ربعا السوايع وميرا يتجابوني تيرا يرا حصرني لجن المجموعة عند الدلافين كي الشباك اللي حقا وطنت نص نكارشي ولكن وتي السنن ماذا النيغرو ماذا الدولفين اجن مسألة تكاثر النيغرو اكوز بوني تيريكس ما المشاكل اللي جيت جن تعانت ديال القطاع قاموا غداك النيا وزارة الصيد البحري قاصدين ما لا يعد ولا يحصن التقارير يعني لا يعني سجن الدارجة القريط التكرار يعلم الحمار ما راقيمش ينتج تقارير تسكاثن مثلين نفهم من شيء هنا يبقى المشكل واش انهم ديودان ياخذ المنسوب اليه بالتكرار ها خويا شفي جوج قسيم راه في السباب سكي العام يعذان إذا غادي يجي الظاهرة تسمى المراكب الصيد بدا نتهاجن كونا العلايش كونا تطوان كونا طنجة المسؤولين زير وقت اللي غار وخا ما كاين شي الإجراءات تامية احترازية سكي منايا ما كاين شي القرارات تامية باش نحد نسكي الظاهرة يا النيكرو غا العام واني تير وخا لحقاش تجي عاود زون هادو كنعاود يغار وخا المسألة الهجرة تسد رغم انفهم ماشي صدر خاضي كوان السبب ديال المشكله النيغرو لحقاش يسر مانا قنبا غانغ المخزون السمكي ولكن هو انه تسمى المخزون السمكي اني واخا نتكذاك سكوم سكارو عده بواخر تاكينا حتشقن تخوفا من هذا النيغرو وقس على ذلك السؤال المطروح نشد انتيني الزغا اقترحه هو انه الجمعيات البيئيه والادارات المسؤوله وبالخصوص وزاره الصيد البحري تقول بان المغرب وقع معاهدات مع منظمات عالميه لحمايه هذا الدولفين او بصفه عامه جميع الثدييات البحريه هذه المنظمه اللي ملقبه باكوبامس تقول بأن المغرب وقع معاهدة هل تظنون بأن المغرب وقع هذه المعاهدة بدون دفتر التحملات؟ سكي 87
شنين نقضى عقاد زون قيمة تقال خطة زدانيتي نتحالف نكشى اليمين قيق القران نكشى ايناث يرون تقهو قطاس السر موانيتي يوفى رعنا يوفى مينو الزقا يكشى دير بار يتبع السرم يتاري يوارا يسقوا ينغدى السرم يسقوا دى السرم انت عن تفون شنين كذار وياس أمني اللي أنا عنك ما جيش من منطقة سنين تري تري ذاك السادين أم كيلاتي أم كل شيء مكان أمني اللي تصبح نهارا أمن تحجاق الغارس رشا الرئيس ذو بحري ذبابو غارابو ذبابو غارابو ني المازوت نذر الشينس أبحري يتصبحت خلي التاع يتخجس لو يتخجس خماضين يتخجس الطاكس غير مخزن وثانيا زك الطاكس ناي المخزن يتاو الطاكسي الطاكسي سوا 50 كا غير ترقاف هاي خصها تزنز غا دلالة اما صباح تسقي 50 كا غاني تخجس خاص الطاكس تخجس غي خياض اقت فرشا صغيرت 110 غي سمي سقي ثنقام 10 120 مليون يغز فوز زاقس لكن يغ 2 سيمان ذو كبير انت إجن السيمانات بثينا إذا قس 500,000 عاوذ إنا يعاوذ 200,000 عاوذ إنا يقس بالتغروخ بثينا يعمل بس إذا 600,000 إذا السيد ذاك سترشا إجن تنيني باني وذن المجموعة كل شيء 1,500,000 شو داريخش أبحري أما سيدي كي 600,000 ناقي مليون وشي حاجة تقريبا غاصدين 10,000 فرنك 200 دورو فهمتني ألا ثاني تي ذراحاس بابو غارابو ذراحا يتسمى ضياع سترشا الرئيس ني ماني إذ ورد أبوها لي روح الرئيس ذا كرموي غانغلشين ثاني تاع الرويس ثاني تي غانغدار رويس مغار غاصن تجريبات مغار وان تسنن روخ وسرن تسنن المناذق ما تسنن المناذق النهار ذو الضراسن كسيني فاسن بشمنا الدولة تقاشين حاجة باش تف شين الحل المشكلة النيقروني غو الدولة انها غامس قارو ثويا نغت صحاب البحث العلمي مذني اللي القيمة كيتسن نانا كايش النوم سماء فماذا نجار بيت كيتو ناس أمين يتقزقا غيت بعاد النيقرويا الشادة زمو داش الشادة قدرموكا أمني ألا يصبحت واخا نقيم تشتكان شينير مخزن وين ديش الآلة إفدا تجعرافن وديشي وين تتكا أنه ذي الآلة غي النيقرونا غي عور إلا وين تيدا ذاك نجعرفن أنيش كيف يساورن فونا كيدي الآلة نين تساوات تي 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 تقيش نسوني ذو تي 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 فالي وبدرنا السوني ذو حتى ويش دوارف وانا كي افغا كي ذي ونيج انترتيا اما سيدي السهوات اتبع رحاسن وجيشي تزر خاسن ثنين تقجاب جارة من ذاقنا سمى البحث العلمي عاد ويكمير اما ذني اللي باش انت السيور اينا يدي ذا المشكلة روغا السي حسن يغروف روغ ما تغيمان ذاني تيغ من وخا من نغتفكان ذو غان نغمين تقني غسبتان قاوت فونشي روخا على حساب يتسمى رقم الثا فما بنادم يتسمى يقرس هذي حد شكون ذا مسكارو وذي حد شكا تفنوايج نهار وفيق شينش يود وين 200 كا غانش يخصي بحرية تطفقا كي ذاك يخدم يخصص هذي هو غرومة ذا الداث فمدني ألا بابو غارابو عاوز يخصص هذي يعيش وانش تفقا ربحا تفوق وزمغو بحري ظهر رايس وزمغو بحري وزمغي بمشي وزمغي المازوت وزمغي مينيا وحرا ليش قنقضي أغارب ومن مني أسي كفاي السيمان تيقني اللي بفين صلبوش جيفين كي السيمان دو سيد عقبق دا عني غروثني دو مني الزنزيث الزنز أغارب وني شهرين 28 مليون 28 مليون و 500 طرف فرنك 600 طرف فرنك إنها مرة وكثيرش عشرين توارثين 5 مليون 10 أيام و 4 سوايع تفرح أمن أنا عرشينك تاقك ذاني تنزرا غارو باق من قا غارو يسيقي من يسرمان تبعني يسرمان أتف ضامن عرام ذي وشام عرام ذي وش
ودي تي صديق زكي رشيد الفراح يخص 70 60 مليون عاود مترش هنا يزيد الكارثه.